أفضل ممثلة في 2017 بموجب الاستفتاء والأرقام. دلوقتي أنا عندنا مشكلة، إحنا بقى يعني لازم أقول الحقيقة. أولاً مبروك. ميرسي، الله يبارك فيكي. ويعني مش قادرة أقول لك، بشكر كل حد إداني صوته وفرحني الفرحة اللي أنا فيها دلوقتي بالاستفتاء ده، وميرسي جداً. وعايزة أشكر حضرتك مرتين لأنه عايزة أشكر حضرتك لأنه الاستفتاء ده فعلاً حقيقي، لأن السنة اللي فاتت كان في استفتاء برضو أنا اللي كسبت، بس يا فانيلي وشريهان أحسن ممثلة، وتقال لي أنه لو أنت جيتي أو ما جيتيش اسمك هيتقال أن أنت كسبتي، وظروفي ما سمحتش أن أنا أجي. والسنة دي برضو سمعت نفس الجملة وجيت، فلأني بحترم بجد الناس اللي بتقدر الشغل وبتقدر احترام، يعني بتحترم الجمهور وتحترم هم اختاروا مين. طبعا ميرسي جدا. حاجة تانية عايزة أقولها، إنه أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في مسلسل السنة دي، مسلسل في لالا لاند، كل الناس، مش عايزة أنسى حد خالص، كل الناس من أكبر حد لأصغر حد. وإحنا فعلا تعبنا جدا في المسلسل ده، ويعني يا رب يكون عجبكم إن شاء الله. وعايزة كمان أقول مبروك لكل النجمات اللي هم كانوا مترشحين لنفس الجائزة دي، لأن معنى أن هم ما خدوش الجائزة ده ما بيقللش حاجة من نجاحهم، وهم أكيد عملوا أدوار رائعة وكلنا استمتعنا بيهم. أكيد يعني أكيد كلهم كلهم. طيب